أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حلم حياة. النهاردة معايا موهبة من مواهب الشباب والشاب متميز جدا، وهو الشاعر المتميز الأستاذ عمرو عطا. هو شاعر متميز ومتعدد المواهب، هو فقط مش موهوب في الشعر، هو رسام وممثل وأيضا مصمم أزياء. الشاعر عمرو عطا حابب أنه يعمل أسلوب مختلف في الشعر، أسلوب بيعتمد على البساطة، أسلوب بيعتمد على البساطة وبيوصل الكلمة بسهولة بحيث أنها توصل لكل الناس وكل الأطياف، المثقف والأمي. الشاعر عمرو عطا حابب أنه يعمل حاجة مختلفة، حابب يكون متميز عن جيله، مش حابب أنه يكون شبه حد. فتعالوا نتعرف عليه مع بعضنا. شاعرنا الجميل، أهلا وسهلا بيك. أهلا وسهلا أستاذ أحمد، إزاي حضرتك؟ شرفت ونورت برنامج حلم حياة. ربنا يخليك، وأسرة القناة كلها منورة، وأسرة البرنامج، وحضرتك منور الدنيا كلها، والسادة المشاهدين منورين كل الدنيا كلها. في البداية بقى عايزك تعرفنا وتعرف السادة المشاهدين أكتر، يعني مين الشاعر عمرو عطا؟ تقول لهم هو مين؟ الشاعر عمرو عطا إنسان بسيط، اتنشأ في بيئة بسيطة برضه في محافظة كفر الشيخ، قرية الحمراء. درست وتعلمت في المدرسة في بلدي. كان حلم حياتي إن أنا أكون حد كويس، حد مشهور، أقدر أقدم خدمات لحد، أقدر أطلع اللي جوايا بإحساسي. الشاعر عمرو عطا إنسان بسيط جدا، بيحب كل الناس، وفي ناس بتحبيني وأنا بحبها. الشاعر عمرو عطا شاب من ضمن الشباب اللي في البلد كلها موهوبة، أو بمعنى صح يعني موهبة مدفونة. طبعا في مواهب كتير للأسف مدفونة جدا، وبيبقى عندهم الموهبة الحقيقية ولكن للأسف محدش بياخد بإيدهم. يعني عندهم الموهبة الحقيقية ولكن للأسف بيلاقوا دايما اللي الناس اللي بتكسر فيهم وبتحبطهم. فعايزك تقول لي انت امتى اكتشفت الموهبة بتاعتك؟ انا اكتشفت الموهبة بتاعتي، اول موهبة اكتشفتها كانت الرسم. تمام. وكانت الكلام ده كان مثلا عندي حوالي 10 سنين او 11 سنة بالتحديد. يعني حبيت الرسم جدا وبدأت أرسم على طول وأبدع فيه، وفيما بعد حبيت الشعر. تمام. يعني بدأت بالرسم ثم بعد ذلك اتجهت للشعر. للشعر. حبيت الشعر علشان خاطر الشعر بقدر أوصل فيه اللي جوايا، بقدر أكتب فيه اللي أنا عايزه وبكل بساطة وبإحساسي، بقدر أوصل صوتي لقلوب الناس. شايف ان الشعر هو اللي بيوصل الرساله بسهوله، يعني شايف بالشعر وتقدر تخاطب الناس وتوصل احساسك وتوصل كل اللي جواك للناس بالشعر. طبعا طبعا. تمام. لان الشعر هو حياه. طبعا الشعر حياه. الشعر حياه. حياه جميله جدا. طبعا. الشعر بص يعني الشعر بتحس انك بتتكلم معاه، بتحس انك بتشكي له، بتحس انه بيسمعك، ودايما الشعر بيسمعك وبيطيب خاطرك وما بيجرحكش. لا بص، الشعر زي ما قلت لك هو يعني روح الحياه، بتقدر انت تكتب اللي جواك وتوصله، يعني ايا كان محتواك حلو ولا وحش، بس بيعتمد على اسلوبك، بيعتمد على احساسك، بيعتمد على الفكره اللي انت بنيها او بتوصلها للمتلقي. تمام. بخصوص احساسك وبخصوص الفكره، بس قبل ما اسالك السؤال ده، طبعا في موهبه ثانيه وهي الرسم. تمام. عايزك تقول لي امتى اكتشفت، قصدي التمثيل، اسف، عايزك تقول لي امتى اكتشفت التمثيل. التمثيل انا اكتشفته بالظبط كده تحديدا كنا في 2007. 2007 لما بدات اتابع الافلام والمسلسلات، رغم ان انا طبعا بتابع مسلسلات وافلام من زمان، بس لما تابعته اكتر وبدات اخش جوه الفن نفسه، رغم ان انا كنت بعيد طبعا عن كل الشاشات وكل ده، وما كانش فيه طبعا بقى السوشيال ميديا ولا اي حاجه، بس بدات اتقمص الشخصيات اللي انا بشوفها في المسلسل او في الفيلم، بدأت إن أنا بيني وبين نفسي قدام مراية أقف أمثل مشهد، أعمل أي حاجة، أصور نفسي مثلا. فبحبيت التمثيل، قلت لازم أكون زي الممثلين اللي بتظهر قدامي في التلفزيون. تمام. لأن هو ده شخص زيه، بس هو اعتمد على الدراسة واعتمد على الموهبة واعتمد على إن هو ظهر في الشاشة. طبعا هو أهم شيء الموهبة. طبعا لو عندك الموهبة بتلاقي الموهبة هي اللي بتحركك، هي اللي بتديك الدافع. لو ما عندكش الموهبة مش هتلاقي اللي بيحركك. طيب عايزك تقول لي بقى بخصوص الاحساس، تمام، وبخصوص ان انت مثلا بتكتب باحساسك وبتكتب اللي انت بتشعر بيه، عايزك تقول لي شايف الشاعر الدراسه مهمه له ولا ممكن يعتمد فقط على الموهبه والاحساس؟ هو اولا الدراسه مهمه. تمام. تمام. الدراسه مهمه جدا جدا في الشعر، بس انا بقى معتمد على الموهبه. تمام. يعني انت شايف الدراسه
مهمة جدا، مهمة جدا طبعا، ولكن ممكن يبقى في اعتماد على الموهبة، ولكن شايف ان الدراسة بتثقل الموهبة طبعا، يعني بتديك ثقل اكتر في الموهبة طبعا طبعا. طب لو قلت لك سمعنا حاجة بقى هتسمعنا ايه؟ انا مبدئيا انا محضر قصيدة لمصر. تمام، جميل، جميلة جدا القصائد طبعا الوطنية. انا كل التحية للجيش المصري وكل التحية لجيشنا والرئيسنا والقواتنا المسلحة ومؤسسات دولتنا. انا عامل قصيدة بتتكلم بلسان العسكري المجند طبعا كلنا بنحتاج الاهداف والشهداء. الوطنيه، وكلنا طبعا بنشكر جيشنا اللي هو يعني لولا مش هنعرف نعمل طبعا حاجه، اللي طبعا دايما طبعا بيدافع عننا. طبعا جيشنا الجيش اللي بيسهر من اجل الشعب يعيش، احنا اللي بننام بيموت وهم وبيضحي بروحه سهرانين. من اجل الشعب يعيش. فطب سمعنا القصيده. هنقول القصيده اسمها انا مش زعلان يا مصر. بحبك يا مصر حب ملهوش حدود، وهدافع عنك يا امي حتى لو هتلاقي ابنك شامخ ورمزا للصمود. يا مصر انا دم فداك وعلمتينا اكون على عهدي، وما اسيبش شبر من ترابك وده عهدي. حتى لو هموت شهيد مش هزعل، بالعكس هكون سعيد. الشهاده دي امنيه وفي اخواتي جبليه، ياما لسه جاي بعديه اللي هيدافعوا عنك. وانا كان الشرف ليا اني دخلت التجنيد وسبت اهلي علشانك يا غاليه، لانك ام الجميع وام الدنيا. انا اموت فداك يا مصر لاجل ان تكوني عاليه، وتعرفي ان الشهاده بالنسبه لي جايزه، والشهداء دول هم الناس الفايزه. يابا لو مت شهيد اوعى تزعل ولا تحزن، يابا بلاش دموع وعايزك تفرح. وصيتي ليك وقتها تخلي بالك من الصحبة اللي عرفتها، وتخلي بالك من كل الناس اللي بحبها. ورسالة مني لكل شاب مصري، حافظ على بلدك وخلي بالك منها، وما تنكرش إن لحم كتافك من خيرها. دي محفوظة في القرآن ومذكورة بالأمان وبالرهان، إنك تلاقي زي مصر محال. وإن كان على الشهادة فأنا مش زعلان، وأنا مش زعلان يا مصر. جميلة جدا، بسم الله ما شاء الله، وقصيدة يعني بتحس على حب الوطن، بتحس على حب تراب الوطن ده. وغير كده القصيدة منوعة يعني شاملة كذا حاجة، يعني بسم الله ما شاء الله ربنا يوفقك. طب عايزك تقول لي في حد بقى في طريقك ده يعني في الشعر أو في أي موهبة من المواهب اللي عند حضرتك أحبطك أو قصرك؟ بالنسبة للإحباط مش هقول لك، لان اللي احبطوني كتير قوي كتير. ومنهم اقرب الناس ليا تمام، بس انا ما اعتمدتش على ان انا حد يحبطني. و كنت بتتعامل مع ده ازاي؟ كنت باخد رايه وفوق دماغي وبركن في جنب وبكمل انا. تمام، اشوف فيه، اشوف ايه الحاجه اللي ناقصه عندي، او اشوف ايه الحاجه اللي انا مش قادر اجمعها كويس، وابدا ان انا اعتمد عليها تاني واذاكر عليها تاني لحد ما اعمل الصح، عشان الشخص ده لما يرجع تاني يشوفني يقول انت كده تمام. تمام، طيب ايه رايك ناخد فاصل وبعدين نرجع لحضرتك؟ ناخد فاصل ونرجع. اعزائي المشاهدين نطلع فاصل وبعدين نكمل الحديث مع الشاعر المتميز جدا استاذ عمرو عطا. اعزائي المشاهدين بعد ما رجعنا من الفاصل نستكمل الحديث مع الشاعر المتميز والممثل الاستاذ عمرو عطا. استاذ عمرو اهلا وسهلا بك مره ثانيه. حبيبي يا عم احمد ربنا يخليك. طبعا قبل الفاصل كنا بنتكلم عن الناس اللي احبطتك، والناس ديت ان انت كنت بتاخد الكلام بس كنت بتاخد الحاجه اللي تفيدك، يعني الحد اللي بيحبطك لا ما بتاخدش بيه. طبعا حضرتك ممثل تمام ومقلد، يعني مقلد اصوات. طيب لو قلت لك بقى قلد لنا حاجه. انا بعمل فقره اسمها حلبسه والمعلم حنفي. تمام، الحلبسه انا اللي اخترعت الصوت اللي انا هقلده او اللي الناس هتشوفه دلوقتي. تمام، كلنا مشتاقين نسمع. طبعا رغم ان في ناس كتير احبطتني في الحته دي، بس برضو دلوقتي ناس كتير قوي بتشجعني فيها. بتشجعك يعني اللي كانوا بيحبطوك هم كانوا بيشجعوك دلوقتي بيشجعوك برضه. اتفضل. نعمل حاجه بتقول ايه؟ المعلم حلبسه والمعلم حنفي وحلبسه قاعدين في قهوه مع بعض يعني. ايوه جاي، ايوه جاي يا معلم حنفي، يا معلم حنفي. ايه يا حلبسه؟ خد يا معلم حنفي تعال. ايه يا حلبسه انت ما وراكش غير النصايح؟ لا 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 خد بس تعال. بقول لك ايه، شايف الراجل اللي قاعد في الجنب اللي هناك ده؟ ايوه شايفه، ماله ده؟
كان بيسألني عليك يا معلم، وكان بيقول لي هو المعلم حنفي فين عشان عايزه ضروري. هو الراجل ده انا مش انا شفته المره اللي فاتت يا حلبسه؟ يا معلم ما انت بقى ربنا يكرمك جايب لنا الجماعه العاطلين كلهم. ماشي. طب انت هات لي الشاي والشيشه هناك وانا اريح له انا بقى. اه حاج. تاتا يا معلم حنفي. طلع يا حاج. التاتا يا معلم حنفي. اهلا اهلا اهلا. خير؟ لا معلم حنفي، انا سمعت ان انت راتل 100 100 وان انت راتل تويت، وانا عايز اعمل معاك مصلحه طغل. طلع ايه؟ عايز تعمل معاك مصلحه طغل؟ مصلحه طغل يا حاج، فهمني بالراحه عشان انا ما عنديش وقت. يا حلبسه. اه معلم. خد تعالى شوف الراجل ده عايز ايه. اه حاج. بتقول للمعلم حنفي انا عندي مصلحه طغل، عايزه معاك مصلحه طغل. يا حاج ما تهتش كتير بالله عليك، وخلينا عشان نعدي يومنا. ابني انت بتتريق على ليه يا ابني؟ هو انا بقول حتى غلط؟ انا بقول المعلم حنفي انا عايزه مصلحه طغل، انت عربيات ما بتمشيش. عندك عربيات ما بتمشيش. الحق يا معلم، ده بقول لك عندك عربيات ما بتمشيش. امال مين اللي هيمشي؟ انا. اسكت يا حلبسه، انت بقى في جنبي دلوقتي كده وسيب الراجل ده. عايز ايه يا حاج؟ عربيات اللي ما بتمشيش. بتقول يا معلم انت عربيات ما بتمشيش، انت تاخدها تشغلها تمتيها تبقى انت 100 100 والمكتب بالنط. مكتب بالنط. اسكت يا حاج، الله يهديك الله يهديك يا حاج. اسكت، انا لا عايز عربيات ولا عايز حاجه ما بتمشيش، احنا كده زي الفل. كفايه اللي احنا فيه، كفايه كورونا اللي بتعملوا فينا. علم ملت تعالى، انت بتلونا خلي تلونا كده بتنبع التاني التاني الام تي تربات تتو في التربات تتي. اه معلم ايه حلوه ده يا معلم، تربات تتو تربات تتي. هي هو يا ليه دي حاجه جميل. بسم الله ما شاء الله، عندك موهبه في التقليد جميله جدا. طيب عايز اسالك، تقدر تقلد اي حد يعني؟ يعني مثلا ممكن اصوات معينه تقدر تقلدها ولا صعب؟ لا انا ما بحبش اقلد لحد. انا احب كل حاجتي تبقى مميزه لنفسي انا بس. سواء شعر ابقى مختلف عن الناس كلها، ممثل في ادواري حتى اللي انا بمثلها سوشيال ميديا او دراما لازم اكون مختلف عن برضه بقيه الممثلين. بقلد صوت، انا مخترع صوت لنفسي انا مش عند حد خالص عشان ابقى مميز فيه. حتى الرسم برضه برسم حاجه مميزه عن اي حد. حابب انك تكون مميز، حابب انك تكون مختلف. طبعا يعني طبعا لازم. بص يا استاذ احمد، إن لازم الفنان او النجم المشهور او اللي عايز يبدا يمشي صح لازم يكون مميز في كل حاجه علشان خاطر يلفت النظر ليه. لازم يكون اصل من الصوره. طبعا. طيب احنا بقى اتكلمنا عن الناس اللي احبطتك. تمام. وقلت ان هم كتير وطلعوا عينك. طب قول لي بقى، الناس اللي شجعوك مين اكتر حد شجعك وقف جنبك ودايما كنت دايما بتتعكز عليه وبتسند عليه؟ والله بالنسبه للي شجعني بقى ودعمني بصراحه، هو اول حاجه والدتي. ربنا طبعا يديها الصحه وطول العمر، وانا ببعت لها التحيه من هنا. جميل. يعني دور البيت كان معاك كويس؟ طبعا. اه لا لا طبعا ده لازم. آه عندي واحد صاحبي يعز عليا، آه اسمه عبد الكريم حسين، ده برضو طبعا من ضمن اصحابي اللي مشجعيني قوي قوي قوي. تمام. آه عندي بقى كمان 2 اصدقاء عندي على الفيس، هم دول برضو يعني مهتمين معايا بنقطه التشجيع اللي هو استمر، اعمل، حاول، روح كده، اجتهد. ففي ناس، لا في ناس بتشجعني. طبعا كل الاحترام لكل الناس اللي تعرفني او كل الناس اللي عندي على الصفحه او كل الناس اللي قرايبي. طبعا كل الناس لهم كل التحيه والتقدير سواء هم بيشجعوني او ما بيشجعونيش. تمام. طيب عايزك تقول لي، واخد حد قدوه ليك في الشعر والتمثيل ولا لا؟ اه طبعا ده لازم. تمام. واخد مين؟ آه الخاله الله يرحمه عبد الرحمن الابنودي. الله المبدع. اه طبعا انا حبيته مش هيتعوض تاني. ده طبعا انا حبيت الراحل عبد الرحمن الابنودي بصراحه على حب والدتي ليه، الله يرحمه. قصايده طبعا وكلماته واسلوبه طبعا ده حاجه فوق الروعه. تمام. قرات لحد تاني غير الخال عبد الرحمن الابنودي؟ انا قرات كتير بس ما ركزتش مع حد بصراحه. تمام. في التمثيل؟ التمثيل القدوه بتاعتي بصراحه في التمثيل الفنان صبري فواز. وطبعا ده مش هقول ان هو صبري فواز عشان هو مثلا قريبي او ان هو ابن بلدي، لا بس هو بصراحه ممثل شاطر جدا. تمام. ارجع معاك بقى تاني للشعر. تمام. ايه اكتر المواضيع اللي انت بتميل ليها في الكتابه؟ وبتحب الكتابه بالفصحى ولا العاميه؟ هو احيانا اكتر حاجه بحبها او بميل ليها الدراما او الحزن، لان هي دي مواضيع عايشه معانا. طبعا احنا شفنا كل الحاجات اللي هي الشعبي او المهرجانات او ما كل ده ملوش اي لازمه.
اما طبعا الشعر المهرجانات والكلام ده على ما اعتقد يعني مش اللي هو ما ينفعش نقارنه بالشعر. لا ما هو بص ما هو ده حاله في المجتمع وبتعدي. هي حاله اما الشعر الشعر بص يا استاذ احمد حضرتك الشعر بيبقى موجود لالاف السنين. تمام احنا ده اللي بنتكلم فيه وعشان كده بقول لحضرتك ما ينفعش خالص ان احنا نقارن المهرجانات بالشعر لان المهرجانات زي ما حضرتك قلت حاله في الشارع او حاله الناس بحبها وبتعدي. ومش اقول لك مثلا ان احنا لازم نبقى لا لا مش لازم نبقى برضه ضد المهرجانات او الكلام ده ما دام في فئه من الناس بتسمع تمام وعاجبها اللون ده يعني. لا انا مش بص يا استاذ احمد انا مش بقارن بين المهرجان وبين الشعر طبعا. انا بقول لك يعني الشعر اللي احنا بنعمله او اللي احنا بنكتبه احنا حبيناه علشان خاطر ده حاجه عايشه من زمان وعايشه لقدام تمام. اما بالنسبه للشعبي ده القصد بتاعي ان دي حاله وبتعدي تمام. يعني انت بتميل للحاجات اللي هي الدراميه شويه الدرامية اكتر المواضيع يعني اللي هي المؤثره بتميل انك تكتب في الحاجات اللي تمس المجتمع اللي تمس المجتمع وتمسين وتمس اي حد زي الحاجات اللي تبقى زي اجتماعيه مثلا اجتماعيه تحب الحاجه الاجتماعيه الحاجه الوطنيه الحاجه المؤثره اللي هي تعيش تمام تمام. تمام. قول لي ايه اكتر قصيده يعني قريبه لقلبك؟ اقرب قصيده قريبه لقلبي قصيده اسمها قاعد مع نفسي. تمام قاعد مع نفسي. نفسي دي طبعا انا عملتها فعلا وانا كنت قاعد مع نفسي فحبيتها تمام. جدا وحسيت ان هي بتلخص كل شخصيتي في القصيده دي. تمام طب ممكن نسمعها؟ نسمعها. في مره كنت مخنوق ومش لاقي حاجه اعملها دخلت الاوضه بتاعتي ولقيتني قاعد مع نفسي قلت هراجع حساباتي واشوف ايه اللي ناقصني لقيت دنيا كبيره تايه فيها ومفيش حاجه ضايقتني ايه يعني براجع حساباتي رغم ان الذكريات عمرها ما فرجتني قلت هجيب كاسي واللي هشربه وقلم وورقي وذكريات العمر خططت خطوط وفجاه شبكت في بعض بقى هي حياتي زي كده ولا ده وهم وروقت بالي وفضلت قاعد مع نفسي افتكرت دي ودي واللي شفتها واللي شافتني واللي كلمتني واللي وعدتني وكمان اللي حبتني بس كنت تايه في عالم كبير ما بين اربع جدران ورغم اني بشوف الناس بس جوايا حاجه وجعاني مش عارف ايه هي يمكن انا وحداني ولا يمكن انا اناني بس ما اظنش ان انا كده لان حياتي مقسومه بين اتنين بيني وبين حد تاني مش عارف هو مين وروقت بالي وفضلت قاعد مع نفسي شربت من كاسي وولعت سجاره ولا واهم نفسي ان انا بشرب طيب ما انا بشر من لحم ودم وبرضه بحس من اللي حواليا ونظرتهم ليا فيه اللي بيحبني وفيه اللي عني بعد طب ما يبعد وهزعل ليه على الاقل نزل من دماغي وانا بتعلم وروقت بالي وفضلت قاعد مع نفسي افتكرت اللي كانوا حواليا ورسمين الصوره اللي هي وطلعت مش هي علشان كنت مغفل ومش عاجل انا مش بشتم نفسي انا بعاتب على اللي كان مني وكان فاكر ان عايش ومعايا مش فارق دي كل حاجة محسوبة بالورقة وبالقلم وقلبت الصفحة القديمة وفتحت صفحة جديدة وعلمت على اللي كانوا معرفة قديمة ولميت كاسي وأقلامي وكفاية كده الليلة وفضلت قاعد مع نفسي قلت هراجع حساباتي واشوف ايه اللي ناقصني. الله الله فعلا قصيدة يعني نبع عن إحساس صادق يعني شكلك كنت حاسس بكل كلمة وانت بتكتب القصيدة دي فعايز أسألك سؤال كل حاجة أنت بتكتبها لازم تكون متأثر بيها على المستوى الشخصي ولا لا ممكن تكتب من الخيال وممكن تاخد من قصص صحابك قصص الناس اللي حواليك بالنسبة لكتابة القصائد في بعض القصائد بتبقى خاصة لي أنا وبكتبها عن إحساسك عن إحساس أنا والواقع اللي أنا عايش فيه وفي قصائد بكتبها من الخيال أو ببني فكرة وببني موضوع وبعمل عليه قصيدة في قصيدة حد من صحابي أو حد أعرفه بيقول لي مثلا والله حصل كذا كذا فعايزك تكتب لي قصيدة عن الكلام ده فبحاول إن أنا يعني أعيش في الموضوع وأعيش في الجو نفسه عشان أطلع الكلمات اللي تمشي أو المتلقي ياخدها بإحساس عالي لأنك مش هتعرف تكتب
الا لما تعيش وتعيش وتحس طبعا لازم تعيش جوه القصيده او جوه الموضوع نفسه علشان تتاثر بيه، فتبدا تطلع الكلام اللي انت فعلا محتاج تقوله او محتاج ان الناس تسمعه او اللي ياثر مع حد. تمام، لان الحاجه اللي خارجه عن احساس بتوصل للناس بسهوله جدا لانها خارجه عن احساس صادق مش طبعًا. مجرد كلام بيتقال وخلاص. طبعًا. طيب عايزك تقول لي الشاعر ازاي يطور من نفسه؟ الشاعر يطور من نفسه ان هو يقرا كتير ويهتم كتير بالشعر، يشتغل على نفسه مره واثنين وثلاثه، مش لو حد احبطه ما يسمعش كلام حد طبعا، ويحاول لو في حاجه غلط يحاول يصححها. الشاعر النهارده بقى بيعتمد على الافكار. تمام، يعني شايف ان الشاعر يطور من نفسه انه يجيب افكار مختلفه وافكار جديده، وانه يقرا عشان يثقل موهبته ويزداد مفردات وكلمات مختلفة عن الآخرين، يبقى مميز، يبقى حد مميز عن الباقيين. اه طبعا، ما هو هيبقى شاعر ازاي وان هو ما بيفكرش او ما بيعيش في الموضوع. تمام، طيب هو طبعا عشان ايه الوقت يعني خلاص شبه انتهى، هما بيكلمونا والوقت شبه انتهى، فطبعا انت قلت لي في قصيدة رسالة لأخت حضرتك الله يرحمها. تمام، الله يرحمها، فممكن نسمع القصيدة ديت مع بعض، وقلت لي ان انت متأثر بيها جدا. راحت الحنية في يوم 24/6/2019، صحيت على رن التليفون قلقتني، وسمعت تهتها في الكلام شغلتني، سألت ليه تجيل الكلام والنبرة فيها أحزان، قالوا لازم تكون هنا في الحال، ومشيت على تليفون ورنات وشفت أختي مليها الألام، وكأنها رايحة للرحمن وأم عينيها ملياها أحزان، فضلت أدعي ليها إن ربنا يشفيها، بس كان انكتب الرحيل لها، وسمعت الخبر وجريت عليها وودعتها، واتشقلب حالي من بعدها، ومر قدام عيني شريط الذكريات كلها، ومواقف وحاجات بيني وبينها ومنها، ألف رحمة ونور عليكي يا شيرين، وده اسمها يا شيرين، أبوكي تعبان وبيدعي من وقتها، وقال قبل الرحيل أنا في المنام شفتها، وكمان مبسوطة عند ربها، أمك بتموت بالأحزان وبندعي لها ربنا يصبرها على الفراق، ومش قادرة وبتدعي في كل وقت وأدان، وموصياني أكتب لك أحلى الكلام، أخواتك مش بتنام، والصور على طول في الأحضان، وفراقك أثر والكل تعبان، يا حبيبتي يا منبع الحنان، وأحب أقول لك كمان على آدم ورحمة ما تخافيش، دي وصية ما تتنسيش، ارتاحي يا حبيبتي وما تقلقيش، وإنت عايشة وعلى رأي المثل اللي خلف ما ماتش وإنت ما متيش، وعن زيارتك لينا في الرؤية ما تغيبيش، وده كان في يوم 24/6/2019. أختي رحمها الله، ربنا يرحمها وتقبل. قصيدة جميلة ولكن مؤلمة جدا جدا جدا. ما هو قصيدة جميلة ومؤلمة لأن أنا عشت فيها. تمام، طيب لو هتوجه كلمة أخيرة هتقول فيها إيه وهتوجهها لمين؟ ايه؟ اللي اوجه كلمة لكل الناس، يعني لو هتوجه رسالة لحد هتوجهها لمين وتقول فيها ايه؟ انا اوجه رسالة لكل الناس اللي تعرفها بصفة عامة. انا بحبهم لله في لله، وبحترم كل الناس، وبقول لهم من مكاني من هنا انا بحبكم، ومش عايز حاجة من حد، وعايز تبقى الناس كلها كويسة، وعايز الناس يعني تشوف الغلط اللي فيا وتقول لي عليه. الشاعر عمرو عطا، بصراحة انت شرفتنا ونورتنا، وطبعا الوقت انتهى، وكنت اتمنى ان انت تكون معايا اكتر من كده. ان شاء الله في يعني حلقات تانية، وتكون مع بعض ونعمل احلى لقاء واحلى شغل. ان شاء الله، شرفتني ونورتني مرة تانية. اعزائي المشاهدين، كنتم معي في برنامج حلم حياة، وانتظرونا ان شاء الله في الحلقة القادمة.